استغفر الله الصغر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل الصف الاول والامر باتمام الصفوف وتسويتها والتراصي فيها، قال رحمه الله: قال وعنه اي عن انس رضي الله عنه قال: اقيمت الصلاه فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. في رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وقد مر علينا الكلام على الرواية، رواية البخاري التي رواها البخاري بلفظه ومسلم بمعناه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على الصحابة بوجهه ويقول: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وأما رواية البخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، فهذه الجملة فهمها بعض الناس فهما خاطئا، حتى أنهم صاروا يؤذون إخوانهم في الصلاة، فصاروا يلصقون القدم بالقدم خلال الصلاة، وكلما بعد عنهم المأموم كلما قربوا منه، وهكذا حتى يكون بالصلاة على المأمومين تشويش وأذى. إذن ما المراد بقوله رضي الله عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه؟ المراد بهذا كما ذكر أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل تسوية الصفوف قبل بدء الصلاة، حتى يستووا في الصف، حتى يعلموا أنهم على صف واحد وعلى استواء في صفهم. وليس معنى ذلك أنهم يلصقون تلاصقا شديدا كما يفعل بعض الناس، لأن هذا ولابد لو حصل فإنه لابد أن يلصق إما المنكب وإما الكعب، أما بالأمرين فلا يكون هذا إلا بمشقة، حتى أن بعضهم يغير اتجاه رجله من أجل أن يلصق الكعب بالكعب طول الصلاة. وانتشرت صورة في وسائل التواصل على أناس يصفون على هذه الصفة ويمدحون بأن هذه السنة. ليست هذه السنة أبدا، هذا تكلف، الذي يحدث تكلف. وقد رأينا أمثال هؤلاء أنهم يلصقون تلاصقا شديدا فيؤذونك في الصلاة، وقد جربنا ما يفعلون بهذه الطريقة أنهم يغيرون الاتجاه حتى يلصق الكعب بالكعب، فهذا فيه ضرر حتى على الإنسان في جسده. فإذا المراد من هذا كما ذكر أهل العلم أنهم يفعلون هذا من أجل تسوية الصفوف، ثم بعد ذلك يتقاربون في الصف بحيث لا تكون هناك فرج كبيرة يدخل بينها الشيطان كما جاء في الحديث. إذن لا بد أن تفهم الأحاديث والآثار كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على وجهها الصحيح. ثم قالوا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه وعيد على من تساهل في تسوية الصف، وهذا كله يؤيد القول بأن تسوية الصف واجبة وليست مستحبة كما ذهب إليه أكثر أهل العلم، بل هي واجبة لورود الوعيد على من خالف تسوية الصفوف. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي الحديث الذي مر علينا: السو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ففي الحديث الأول قال تختلف القلوب، وهنا قال لا يخالفن الله بين وجوهكم. والله أعلم أن هذا الحديث تفسيره الحديث السابق، أن مخالفة الوجوه هي اختلاف القلوب وحدوث الشحناء
والشقاق بين المسلمين. وليس معنى مخالفة الوجه أن الوجه يكون أن يكون في جهة الدبر لا جهة قبال الناس، لأن بعض العلم ذهب إلى هذا أن المراد بمخالفة الوجوه أن الوجه يختلف عن الجسد عقوبة من الله عز وجل، هذا لا يبعد بلا شك، لكن والله أعلم أن المراد بمخالفة الوجوه مخالفة القلوب بأن يحدث الشقاق والخلاف بين الناس. لذلك على المسلم أن يحرص على تسوية الصف، لأن تسوية الصف في الصلاة سلامة من اختلاف القلوب وتخالف الوجوه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح هي السهام، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني فهمنا عنه أهمية التسوية. ثم خرج يوما فقال حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف. انظر إلى هذا الحديث العظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تسوية الصفوف ويسويها بيده الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه، كما يسوي بها القداح وهي السهام، حتى رأى أن الصحابة قد فهموا منه أهمية التسوية. فلما خرج يوما عليهم ورأى رجلا قد بدا صدره فقط، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فانظر مخالفة في تقديم الصدر فقط، فكيف من قدم الجسد وتساهل في مسألة تسوية الصفوف. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث كالحديث السابقة، ولكن فيه فضيلة للصف الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وكلما كان الصف مقدما كلما حاز هذه الفضيلة، وهي صلاة الله وملائكته عليه. قال وعن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث يبين أيضا معنى قول الصحابة وكان أحدنا يزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم وحاذوا بين المناكب، أمر بالمحاذاة وليس الالتصاق، المحاذاة، أمر بالمحاذاة. قال هنا أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، كما ذكرنا أن هذه الألفاظ هل هي ألفاظ تعبدية يعني ينبغي لمن يحرص عليها أو يقول بما معناها. وقد ذكرنا أن الذي يظهر أن هذه الألفاظ ليست تعبدية بذاتها، فلو قال الإمام بما معناه فإنه يجزئ، ولكن الأفضل أن يقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قالوا سدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، وهذا كما ذكرنا الحديث رد على هؤلاء الذين يوثقون، هؤلاء لا يلينوا بأيدي إخوانهم بل يشقون عليهم في الصلاة. ولا تذروا فروجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله، وهذا فضيلة من يصل الصفوف إذا رأى صفا ناقصا وصله، ومن قطع صفا قطعه الله، وأيضا هذا وعيد على من قطع الصفوف. وهذا الحديث وإن كان بعض العلم يضاعفه إلا أن الحديث يصل إلى درجة الحديث الحسن. ثم قال رحمه الله عنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. انظر هنا قال رصوا وقاربوا، فالأحاديث تفسر بعضها بعضا، قال رصوا الصفوف ومعنى رصها المقاربة بينها وليس معناها الالتصاق التام، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف، يعني يدخل بين الصفوف حتى يشتت الإنسان في صلاته، يشتت الإنسان عن الإقبال على ربه.
قال لإني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحدف، والحدف هي الغنم السود الصغار، يعني يدخل كأنه الغنم الصغار التي تدخل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، فهو الذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحدف. والحديث رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. ثم قال وعنه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث كان حديث السابقة فيه الأمر إتمام الصفوف، وأن الصف المقدم هو الأولى بأن يكون كاملا، فإن كان نقص الصفوف فليكن في الآخر، يعني إذا كان الصف الأول فيه نقص يكمل الثاني فيكمل. فلو كان في المسجد 9 صفوف والصفوف والعدد الذي في المسجد لا يكفي أن يكتمل الصف كاملا في كل الصفوف، نقول اجعل الأخير هو الناقص، كما يعمل الناس اليوم لله الحمد أنهم يتمون الصف الأول في الأول. ولكن قد يحدث نقص عند الناس أنهم إذا رأوا فرجة في الصف الأول الثاني لا يسدونها، يبدأون صفا جديدا، وهذا مخالفة للسنة. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد عشرة مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله فيه مقال، ولكن معناه بالجملة صحيح لدلالة الأدلة عليه في حديث أخر. هنا قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وصلاة الله صلاة الله ثناؤه على عباده في الملأ الأعلى، وصلاة الخلق هي الدعاء. ثم قال رحمه الله وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على الناس بوجهه، يعني بعد الصلاة كان يقبل على الناس بوجهه بعد الصلاة، وليس كما يفعل بعض الأئمة الآن يعطي بعض الجهات وجهه وبعض الجهات ظهره. والصواب أنه يعطي جميع المأمومين وجهه، ولكن يبدأ باليمين، وجاءت روايات أنه كان أيضا يبدأ باليسار، فالأمر في هذا واسع. فلو أقبل على الناس بيمينه أو بيساره لا بأس، لكن الأفضل في كل حال أنه يقبل على الناس بوجهه ولا يجعل أحدا خلف ظهره. وكان يقول صلى الله عليه وسلم رب قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك. وهذا في دلالة على أن هذا الحديث يقال أو هذا الدعاء يقال بعد الصلاة، أنه يقال بعد الصلاة، يعني من أذكار التي تكون بعد الصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل. رواه أبو داود. وسطوا الإمام وسدوا الخلل، سد الخلل تكلمنا عنه، أما توسيط الإمام فالمراد به أن يكون الإمام في منتصف الصف، وهذا في ابتداء الصلاة. في ابتداء الصلاة لا بد أن يوسط الإمام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا أنه لا يكون جهة دون جهة أطول من الأخرى، كما يفعل اليوم بعض الناس يجعل مثلا اليمين أطول من الشمال، أو يجعلون الشمال أطول من اليمين بسبب أنهم يعني يدخلون من الباب الذي يكون عليه صفهم. فهنا في مثل هذه الحال على الإمام أن يوسط نفسه في الصلاة، فلو كان الصف اليمين أطول فإنه يقول للمأمومين اذهبوا إلى الجهة الأخرى، وعلى المأمومين أن يسمعوا كلام الإمام كما ذكرنا، لأن الإمام سلطان في مكانه ويجب أن يطاع فيما جاءت به السنة، يجب وجوبا أن يطاع فيما جاءت به السنة، فعصيانه عصيان لله ورسوله فيما جاءت به السنة. فإذا أمر بأن يأتي فلان إلى الجهة الفلانية أو فلان إلى الجهة الأخرى فإنه يجب أن يطاع، لأنه مأمور بذلك، لأنه مأمور بتسوية الصف والأمر بسد الخلل وبأن يوسط في وأن يوسط في الصف وأن يوسط في الصف، وهذا في ابتداء الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.